كمان عندنا صورة أخرى لأشهر لاعبي كرة القدم في العالم، رونالدو وميسي. الجدل الدائم الكبير، مين أفضل، رونالدو وميسي؟ ولكن إحنا ما بنتكلم على هذا الجدل، نتكلم على الكاريزما والقبول عند الناس. إيش رأيك حنين؟ نسأل عن رأيك. أنا ما أعرف، أنا أحس إنه كملامح أحس كريستيانو ما أدري يمتلك كذا ملامح تشد الواحد، يعني ما أعرف. بس برضو ميسي، أنا ترى أحب ميسي يعني. لديه الجاذب، عنده جاذب كما قلتي في الشكل. بعتقد ليو ميسي عنده هذه الجاذبية الطبيعية بحكم أنه يعني النظرة له تتعلق فعلا بفرادته باللعب، ولكن كريستيانو رونالدو لديه أكثر من عامل لامتلاك هذه الكاريزما. أعتقد الابتسامة أيضا تفرق في الموضوع، يعني أكيد الابتسامة والشكل يلعب دور كبير أيضا. إذا كنا عم نتحدث عن مكتسبة أو موجودة من الأساس، ربما يكون كريستيانو قد اكتسبها بشكل أكبر. ليو ميسي لديه الكاريزما من الأساس. أتوقع كده. إيش رأيك دكتورة؟ أنا بقول أكيد هيدول مثل ما قلتوا حضرتكم، الفترة هون موجودة في فترة تانية اللي هي فترة الشخص اللي عنده هيك قلب مثلا كبير، أشخاص اللي عندهم هيك بحسوا بالعظمة من الداخل، يعني ما بيفرجوها كتير إلى الخارج، أو بدل عندهم صفة التواضع. يعني الكاريزما من صفات الكاريزما لماذا تكون التواضع، ويكون الواحد بين الناس حاسس أو يشعر بأنه هو already عنده هالإحساس بأنه هو قوي. دائما الإحساس أنه قوي، يعني دائما نحن بنشتغل على الداخل، بنحكي على الداخل. مظبوط. يعني حضرتكم هلأ كيف عم بتحللوا، أنا كثير عم يعني حسيت هيك كثير مبسوطة، لأنه عن جد يعني كيف الإنسان بيعرف كثير يحل لغة الجسد ويقرأ علم النفس. نعم. بدون ما هو يعرف وعيه الخاص يعني. بالضبط، يعني نعم. الموضوع يبدأ من الداخل، أن الواحد لازم يكتشف نفسه ويثق في نفسه أكثر يمكن.